السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المعلمة فاطمة البلوي. اليوم سأقوم إن شاء الله بشرح يونت 13 الوحدة 13 من كتاب الطالب Students Book on page 37 صفحة 37. This unit its title is This is a present for you. This is a present for you. إنها هدية. For you لك أنت. إذن a present, a present هدية واحدة. A it means one. A present for you. Now listen and point. Now here we have what? We have four sections. عنا أربع مقاطع. طبعا كل section في conversation or في dialogue, في محادثة. Now look at the first section. What can you see? What can you see? Tell me. I can see. أسمع. Yeah. مازن. Okay. And this man who has a gray hair is Uncle عيسى. And a woman. A woman who has a short black hair is Aunt Mona. Now, we are going to read the lesson. Now, listen to me. Hello, children. مين اللي بيحكي hello, children? Uncle عيسى. طبعا, Uncle عيسى جاي من وين؟ جاي من العقبة أتوقع في الدرس السابق from عقبة. Okay. Now. Okay. Now listen to me. Hello children. دايما حلو يا ثاني بنحط وراها كومة. تمام؟ إحنا دايما إحنا من أداب الأداب عنا بالإسلام إنه نحكي السلام عليكم. هما بالإنجليزي بيحكوا هلو أو هاي. تمام؟ في الترحيب في الويلكومينج بنحكي هلو أو هاي أو ديا وبنحط وراها كومة. أوكي. Children جمع child. Child طفل واحد. Children جمع أطفال. تمام؟ إحنا أخذنا في الصف الأول إنه في الاسم بنزيد له أس أو إي أس. وبعض الأسماء بنحكي لها مالها أسماء شاذة ما بتاخد لا أس ولا إي أس, بالتالي هي بدها تتغير مثل man, من, child, children. أوكي. طبعا شوفوا مريم, شوفوا أسماء, سوري, شوفوا أسماء ومازن شو حكوا. هالو أنكل عيسى and aunt مري and aunt منى. نروح على section 2. This is, نحط يلا لاين, يلا حطوا لي لاين تحت كلمة this is. This is a present. إذا شو لاحظنا؟ This is شو إجا وراها؟ إجا وراها إشي singular. شو يعني singular؟ يعني مفرد. إذا this is اسم إشارة. This لحالها اسم إشارة تأتي مع المفرد, عشان هيك شو أعطناها؟ أعطناها is. شو أعطناها؟ is. بدنا نلاحظ هاي الملاحظة مهمة جدا. إذا this هذا, هذا a present. شو present أخذت يا مس؟ أخذت a. شو معناها؟ معناها one. one شو يعني؟ يعني مفرد. for you مازن. طبعا شوفوا مازن شو حكى؟ a book. شوفوا أداة الإكسكليميشن مارك اللي إجت وراها, هاي من أدوات إيش؟ من الأدوات اللي إحنا بنحكي لها البنكتويشن مارك, اللي هي أدوات الترقيم اللي هي علامة التعجب, بتيجي لما إحنا نكون مندهشين. فهو شو حكى؟ A book. Thank you. إذن أنا لما حدا يقدم لي إشي وأنبسط عليه شو بحكي له؟ Thank you. انتبهتوا للتي اتش في ثانك شون لفظت اس ثانك يو, واجا وراها كمان اكسكليميشن مارك يور ويلكم. اذا لما حدا يحكي لي ثانك يو شو برد عليه؟
حكي له يور ويلكم. اذا هون عنا انكل عيسى حكى له يور ويلكم على الرحب. اوكي، اذا انكل عيسى جاب لمين؟ جاب ل انكل عيسى جاب لمازن ابوك. ابوك a present a book singular singular مفرد مفرد، فشو بعطي؟ this is، this is a present، this is a book. نروح على section 3 يا حلوين. these are، يلا line line تحت these are، these are جمع، these are for you اسمع، for you اسمع. اذا احنا مش اشي واحد، these are for you اسمع. شو هي الأشياء اللي for you أسمى؟ إذن لاحظنا هون إنه these اسم إشارة للجمع، عشان هيك شو إجا وراها؟ are. شو إجا وراها؟ are. إذن انتبهتوا إني أنا كاتب this is، these are. this دائما بتاخد is و these بتاخد are. أوكي؟ طبعا شوفوا look على number 4 sunny glasses، برضو هي ايش؟ exclaimed، تعجبت. sunny glasses، thank you aunt Mona. طيب شو رأيكم بsunny glasses؟ طلعوا عليها شو اخدت؟ اخدت في النهاية es. es من دلالات الجمع الطبيعي اللي بياخد s او es. اذا sunny glasses ايش هون؟ plural، جمع، والجمع بنعطيه دايما r. لما بدنا نأشر عليه بنحكي له these are. يلا نروح على بيج 38. look and say، طلعوا على الصورة اللي بإكسرسايز نمبر 2. now these are sunny glasses، these are sunny glasses. اوكي نروح شو اللي بعديها؟ راكت، راكت، راكت it means مضرب، اللي بنلعب فيه تنس وبنلعب فيه ريشة بنحكي له راكت. طيب عندنا كم مضرب؟ مضرب واحد، عشان هيك شو بحكي؟ راكت، راكت، راكت singular. these are ولا this is؟ شو بحكي؟ this is. برافو عليكم. this is a racket، this is a racket. yes. نروح على اللي بعديها hat. hat، hat it means قبعة. how many hats here؟ how many؟ we have just one hat، عنا بس one hat اللي هي قبعة واحدة. فشو بدي أحكي؟ a hat، a hat، a hat. this is a hat ولا these are a hat؟ this is a hat. excellent. إذا this is a hat. bravo. اوكي بيجامز، بيجامز. طيب بيجامز هي عبارة عن، احنا لما نلبس البيجامة بنلبسها قطعتين صح؟ two pieces صح؟ اذا لما two pieces معناته شو عندي؟ singular ولا plural هون؟ singular ولا plural؟ plural، يعني جمع. اذا معناته بدي شو اعطيهم؟ these are، these are. احنا بنحكي لها عادي باللغة العربية بيجامة، بس بالانجليزي بيجامز. إذن so here we have to say these are pajamas. okay. notebook، notebook، يلا عنا just one notebook، so we have to say this is a notebook، this is a notebook. okay. shirt، shirt اللي لونه yellow. shirt. okay. how many shirts here we have؟ just one shirt، so we have to say this is a shirt، this is a shirt. okay. and the last one is a pole، كرة، a pole، just one pole، a pole. إذا now here we have to say this is a pole، this is a pole. okay. now let's go to exercise number 3. exercise number 3 انا راح ابعث لكم التسجيل تبعه عشان تسمعوا وبعدين نناقشوا مع بعض، بس خلينا نيجي عليه نحكي مع بعض orally. number 1 yes she held here what؟ sunny glasses،
sunny glasses. النظارة نحكي لها sunny glasses لأنها هي عبارة عن عدستان. بدنا نقتنع إنه sunny glasses اللي هي النظارة بنعاملها جمع لأنها عبارة عن عدستان، والبنطلون بنعامله جمع لأنه عبارة عن إيش؟ قدمان، تمام؟ والبيجامة بنعاملها جمع لأنها عبارة عن قطعتان. أوكي، إذا بنحكي this is sunny glasses or these are sunny glasses. These are bravo. Picture number two. A shirt. These are a shirt or this is a shirt. Yeah, this is a shirt. Bravo. Number three. Now we have in number three balloons. Balloons. Not one balloon. These are balloons. Okay. And here we have the last. The last page, page 39. Listen and say in. Letter in. إذن هون here we have in notebook. يلا نكتب notebook مع بعض. notebook. And the second is racket. Yeah. Now spell racket. RACQUET. Again. RACQUET. Racket. Ick. Then now here we have a Q. Okay, exercise number 5. Look and say. This is for you, Huda. A tennis racket? Thank you. You're welcome. Now, exercise number 5 is speaking. هون في محادثة. احنا لازم نطور حالنا في مهارة المحادثة. عزيزي الطالب، هنا تستطيع أن تمثل هذا الحدث مع أخاك في البيت. Now أو أختك. الآن شو بتحكي؟ This is for you, Huda. A tennis racket? Thank you. ترجع هدى شو بتحكي لها؟ You're welcome. إذن هاد الستركتشر هو الستركتشر كيف أنا أقدم هدية وكيف أنا الآخر يرد على تقديم الهدية. إذن أعطيكم another example. This is for you, Huda. A shirt? Thank you. You're welcome. Okay. This is for you, Amal. A hat? Thank you. You're welcome. إذا هون exercise number 5 نتدرب عليه speaking. تمام؟ دربوا عليه speaking. نروح على exercise number 6 اللي هو عبارة عن sing. Here you are going to sing a song. بدنا ننشد أنشودة. هاي الأنشودة رح أبعث لكم إياها تسجيل وترقصوا عليها زي ما بدكم. يلا now listen. Here is a present. It's for you. A present for me? Oh, thank you. Is it a football? Is it a notebook? Is it a t-shirt? Let me have a look. إذن here we have a song. ببعث لكم إياها تسجيل. وهيك انتهت معانا الوحدة. يعطيكم العافية.